السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم موجودين على كورنيش الدوحة وعلى محمل من محامل هالقطر في برنامجكم البندر. حلقة اليوم هي الحلقة الختامية واخترنا لكم فيها أفضل الفقرات، وهذه الفقرة هي عن المحامل والمسميات اللي في المحمل. من الموجود في المحمل وش اللي موجود في المحمل؟ هذه كلها راح تعرفونها ويانا في هذه الفقرة. خلكم ويانا. سطح عملاق يطفو على سطح الماء يخدم البشرية منذ كانت سفينة سيدنا نوح عليه السلام تحمل على سطحها مجموعة من الأبطال، لكل منهم مهمته حتى يتمكن هذا السطح أن يشق الطريق في البحر آمناً. مجموعة الأبطال هذا تركيبة على شكل هرم متسلسل قوي البنية، قائم على الود والمحبة والاحترام وتنفيذ الأوامر بلا نقاش. يرأسهم الناخذة ويتبعه ذراعه اليمين المقدمي، وأهم شخص في الطاقم هو الغيس اللي يقطف لهم الرزق، وروحه مرهونة بين شخص يدعى السيب، يتبعه الرضيف والتباب والليس، وهو الطباخ اللي لا يمكن أن يخلو منه أي مركب. حياكم الله مشاهدينا. طبعا مثل ما شفنا التقرير وشفنا من اللي في المحمل وشنو مسمياتهم، بعد احنا هنا عندنا الوالد مايد والوالد يوسف واخواني، راح ناخذ ونعطي معاهم ونتطرق حق كل هيكل المحمل. يبا مايد، نعم، ايش رايك؟ راي طيب وزين. الاول، نعم. ما في محمل يخلى من ناخذه، من ناخذه ومجدمي، وعقب الناخذه مجدمي، المجدمي وعقبه الغيص، الغيص والسيب، والسيب والتباب، التباب والرضيف، الرضيف والنهام، والنهام هذه معروفه يعني ما يحتاج، والطباخ، والطباخ طباخ الجليس، هاي اللي موجودين، نعم، على المحمل. اي نعم. بعض المحامل الصغار ما فيهم بعض الاشياء هذه اللي ذكرناها، النهام ما عندهم، وبعضهم كبار اي ما شاء الله، فيه الغاصة وفيه السيوب وفيه كل شيء، الرضيف وفيه السيب وفيه النهام وفيه النوخذة. ايش دوره وش يسوي في المحمل؟ النوخذة نوخذين، في نوخذة بر ونوخذة بحر بعد. اي نعم، لا احنا نبي اللي في البحر، اللي في البحر مولى النوخذ اللي في البر. الله اكبر. ويمولي يعطيه الجلبوت ويعطيه الزاد ويعطيه اليز ودخله بدار، يعني انه مثل ما انضم الحين للدريول حق السياره. نعم، اليوم في مسبنا اليوم يسمونه، اليوم نقول دريول، لكن الاول يقول لك هيدا ناخذ يدخل بدال ما انا ما اقدر ادش، ما اقدر اتحمل اليز، ما اتحمل. وبعضهم يبقى مايد عندهم محاملهم، عندهم محامل، تشوف محاملهم وهو ناخذ، وهو ناخذ وهو كل شيء. نعم، يسوي، لكن نحكي على الكبار، الكبار، نعم، اللي واخذ الكبار اللي معروفين. اي نعم، هذول يحطون بدالهم. وطبعا المحمل فيه الناخذه، الناخذه ايش دوره في المحمل؟ ايش يسوي؟ الناخذ طال عمرك هو اليامر ينهي، حاكم يامر، نعم، يامر ينهي وينهي، مثل ما تقول ذاك الرجال يوم يقول له الناخذه اذا شاف قطوته في البر خاف منها، وفي البحر يامر عطوار الشوارب، يضرب ويحبس ويكتل الودام، يكتل ودامهم بعد صار مسابق عندهم في البريخه ولا مسابق في الير وسبقوهم كتلوا دامهم. هذا الناخذ. شو يقول الوالد يوسف؟ اقول له سلامتك، اقول الناخذ هو ينهي ويامر. هاي الناخذ، الناخذ، نعم، عنده طال عمرك عند مجدمي، عنده سكوني زين، وعنده الغاصة، وعنده السيوب، وعنده التباب، وعنده الجلاسي، وعنده الرضيف، سمعت، وعنده الطباخ. يبقى في عدد معين، عدد معين حق اللي بيدخلون الغوص. هي في غوص مها يعني اللي على ما قلت تسقامه قوي ويشوفونه ناخذ يعطي، فكل من يبغيه. وكل محمل، وكل محمل
اذا في محامل صغيره في صغيره على قد نعم يزواها على قد المحمل على قد المحمل يعني وفي في بعضهم كبار بعضهم كبار ونعم في على 20 في 30 في 50 في 40 نفر ما شاء الله اي نعم 50 اي 50 فيهم حفهم كبار خشبهم كبار اي نعم اي فيهم شو ما فيهم واللي طال عمرك على ما قلت واللي لاسي واللي ينهم غير واللي كل شيء ينهمون غير واللي يعني كل شيء له شيء نعم نعم احنا قلنا الوالد مايد نعم قال انه خذه يامر وينهي نعم. وله كل شيء زين المجدمي شنو شغلته؟ من تحت يد النخذه هو يقول ما يقول للنخذه يقول حق المجدمي هو اللي يامر المجدمي أينا. هو اللي يامر وهو اللي ينهي وهو اللي يقول لي خطفه ولا متكلفين ولا يشوفون ما ينطاق البحر يعني مثل ما قال انه خذ بينه وبينه اساسه يقول انه خذ ترى احنا ما نقدر يعني ما يعني هوى وقايم هوى علينا شو تقول؟ ها اشاوره الله اكبر راح هناك ولا شيء قال هلش وقف هلش وكل مرفوع يا هلا لو طلعوا القاصر الله اكبر اي وامرهم شورى بينهم عمرهم شورى بينهم بعض البحر يتشاورون يتشاورون نعم هذه يبقى مايد طبعا المجدمي الغاصه فيهم حد يفرق عن حد ولا كلهم نفس الشيء؟ لا فيهم فرق شو الفرق؟ الفرق طال عمرك من الغيص اللي هواه قوي دينها اكبر ما شاء الله ونفسه احسن وله مكانه وله مكانه وفي طال عمرك حق الشيره اذا قالوا شيره تميز اي منهم اللي عنده يعني هبه ريح هذا اللي يسمونه يعني هو الطيب وهو اللي يفرق في الشام ويفرق في المرسوم ويفرق في التسقام ويفرق في السلف ويفرق في كل شيء اهلي الغيص عرفنا اللي نسمه طويل ايه زين السيب السيب اللي هب ريح بعد له نعم له بعد مشان مثل الغيص اول ما كان لي قال له لو خذاه يا فلان رفيجك هذاك ما يقدر يسوب على فلان مو بصاح اليوم ابك بداله ما يثني راسه يقول حاضر يسوب على غيصين ما شاء الله يطلع هاي الحمد ويقبل بداله ثاني هذه يعني يحب النخل لي كل ما يبغيه بيحصله لياه السيف هذا الغيص وهذا السيف وهذا السيف اللي تحت السيف الرضيف يحطون اثنين شغلته يحطون اثنين يسوبون على واحد اثنين يسوبون على عن سيب واحد يحصلون قلاطة عن اثنين وشغلة الرضيف يتدرب يتعلم يعلمونه طال عمرك حق السنين الجاية حق السنين الثانية اللي دخل الحين يقول لك الميالس مدارس ما يخلونه في البر يبون عيالهم ويعاهم ويدخلون عشان يشوفون مراية العرب ويشوفون هبة الريح العرب ويشوفون كل هبة الريح اليوم موجودة في المحمل الحين الرضيف التباب هو اللي تبب له من فلقوا خذوا الرداد هذه وكتبوا فن السدر راح تتبب في التباب هذه ما له شيء نصيب اللي حصل من التباب وشنو شغلته يبقى في المحمل؟ في المحمل طال عمرك يمرون عليه اخوان شب اللي مثلك وشروه شلعة تمر يجيب قبعه ماء يجيب يساعدهم الحين الرضيف والتباب لهم اعمار انا سمعت انها اعمارهم صغيره لا صغار يكون صغار اين هو التباب؟ كم عمره؟ يعني من 10 سنوات 7 سنوات 8 سنوات وهو فيه يعني يابا ابوه يابا خاله يتيم هناك بيخلونه في البلاد وش القلب اللي عليهم اللي يخلونه ابو 10 سنوات في هالبحر؟ قوي قلوبهم قوي عشان تعلم طال عمره مقطع سالفتك يا ابو مايد شيخ حمد طبعا شفت الماضي صحيح وشفت المحامل وشفت المسميات وعرفت وظايفهم انت شنو رد الفعل عندك ان في الهيكليه ذي هل هي موجوده عندكم اكيد يعني سبحان الله في الوقت الحالي الحين وين ما رحت طبعا اي رحت مؤسسات ولا رحت وزارات ولا حتى على مستوى البيوت هذه موجوده الله يسلمك طبعا ومثل ما تفضلت يا ابو مبارك تفضلوا باباتنا يعني
حتى المسميات هذه ترى على فكرة ترى ما نسمعها، ما عاد نسمعها لا في المجالس ولا حتى سوالف تغيرت عن الأول. وهذا اللي في جيلي بالنسبة الوالدين اللي موجودين هذول سوالفهم ترى كنوز، بكرة ننقلها للعيال. طبعا مثل ما أرجع الحديث الأول، سبحان الله كل بيت في سيادة مثل النوخذة، سبحان الله عز الله انك صاد. ايه و يعني سبحان الله حتى وظيفة النوخذة ترى ما هي بوظيفة سهلة، ما هي بوظيفة سهلة. لا والله مو بسهل، ترى العرب اللي على مرافقينا في البحر ترى هم على ذمته. اكيد صح ولا لا؟ نعم هذا شيء ما نعم. اي نعم هو المسؤول عنه والعدل بينهم، العدل بينهم ها والمقسوم بينهم، هذا شيء مو بسهل. هذا مو يعني سبحان الله يقول لك اصعب قياده في العالم ايه؟ قياده الرجال اللي مثلكم شرواكم. الله يسعدك ايه؟ الله الطيب المحمل صدقنهم انه خذه بيكون موجود، لكن مهما كان اللي وياك في المحمل كلهم رجال، يعني ما تقدر تزعلهم، ما تقدر تهينهم انت، لكن معطينك الطاعه امروك عليهم، وهذه سنه الحياه صحيح ماشيين عليها. هي المسميات ترى موجوده، يعني المسمى الناخذه والمجدمي هذا ما يعني في الوقت الحالي موجوده، بس لها مسميات ثانيه الحين موجوده، بس الحين توقف الروش ما تمشي الا بهذه ايه؟ رئيس مرؤوس رئيس قسم موظفين هاي نفس الشيء فراشين هاي السوالف نعم ايه؟ نفس الشيء كل شيء هذا وكله هو بعصم الاساس الاولي مشوا عليه الحين مؤسسه كامله كل شيء الاساس التالي الاولي وفي محمل يخلى من النهام لا الا الصغار الفقير ما يقدر يحل الله اكبر لا يخلى من النهام ولا خبر من القرقوم زين ايش فائدته يبا مايد النهام يوسع صدرهم الى من عدم سلام كان الحين بندوا المحار المصطاح الحمسوي محار صدر وتفر كله محار ما شاء الله فرشة براقدهم فوقها والمحار يشق تحتهم حي بيموت ايش عندهم هم؟ حطوا النهام وحطوا الفجري وتم يغنون اذا ما عندهم اغنى ولا عندهم تسليم ايش يتسلون فيه؟ وفي نفس الوقت يشجعهم نعم انه خذ قاعد على القفله عاشوا بعد سووا نعم سووا قهوه غوري شام سووا قهوه غوري سووا لهم الحين عشان يستانسون يستاهلون ويقومون الصبح طربانين ووسعتهم سورهم ان شاء الله مثلا كانوا مغندمين حتى الحين اذا عندك دريول تخطط عليك تخطط عليه ما ينفعك واحنا ناخذ لنا كله زعلان زعلان بيرضى ان شاء الله لا شوف انا بالنسبه لي كنت ناخذه لازم شوي الواحد يعني النوخذة يكون صارم يعني هاللي أنا اللي أنا أعرفه أصلاً يعني قاسي إيه شوي قاسي يعني قلناها قلنا النوخذة إذا يروا مياديف ولا بريخة وطفوهم اللي وراهم من هناك خذ سمتشهم المشوي من كته ما عاد أبو دام حرامهم إيش عشان ما مش عشان إكراشك كذي إيش اللي محمرك كله قل مع السلامة زين هاي يبا مايد الطباخ لازم بعد يكون موجود اي واحد فيهم يطبخ يليس لا هذه يليس يقعد من الفير يسوي له قهوه والعاد غاصه والربع في ناس يغوصون وناس ظاهرين كملت حمدتهم يعني سبع تبات ايه؟ طلعوا فوق يبون قهوتهم بارزه يبون نحط لهم تمره يبون يعطيهم ماي انه الغيص بعد يبي يرتاح شوي اي احنا الحين عرفنا الله يطول عمرك انه خذه والمجدمي وبعدين الغاصه والسيوب التباب ايه الرضيف هاي نعم زين ما فيه السردال هذه ايش وظيفته؟ هذه ايش دوره؟ السردال هو اللي عنده عرف البحر كله يعرف الحسابات انه اليوم بيضرب هواء ولا اليوم كذي ولا عنده بيمطر ولا سبحان الله يعرف متى النيوم متى النبي بيضرب هواء متى القفاض متى الهير هاي الفلان يبغيه الحين احنا على ام الشيف قال بنروح ام البندق عندكم هني نعم ولا العد من هير من الهيرات لا الهير البعيد القريب من ام الشيف نعم. و هاي قريب يعني نعم. خطا فلان قال اكو خطا فلان مثل غانم بن علي مثل حياة علي بن عمران مثل السيد أحمد هذي يعني المعروفين أحمد
بن خالد بن عيسى المهندي ملخور، هاي سرقالات ويعرفون كل العلوم الطيبه عندهم. الله اكبر. اي حتى لا توقعوا راحوا حق واحد من الجماعه ذي الكبريه ويو يصلحون بينهم ويصلحون بينهم. مثل الحين قيس حول من عندك وراح حق فلان وركب معاه وانا طب فلوس، ما لك حق انت ترشبه. الله اكبر. خلي يعود علي او ان انا اعطيه ورقه خلل. سمعت؟ سمعت. دير بالك. ما لك حق ترشب ترشب حد، لا صدق؟ عليه يعني محكوما بيناتهم. ما شاء الله. يطلبوا نعم ويرجعون حق راعي السالفه. حق راعي يطلبوا يروح حق غيره ويحصلوا اشكام ما حصلوا نعم. شيء. طيب مثل الحين الغيص غاص ما صك القوع مره مرتين قال اطلع يا ناخذ قال حيمو سوى الحيامه قعد اليوم بكره غاص ما غاص قال حلوه بعد يحلون نعم لازم ما ميش هذا هي عشان في غير ما يقدر في غير ما يقدر يغوص ما عندنا شيء ترى انا احنا قال كلمه انا ما اعرفها يمكن المشاهدين نفس الشيء قول لي وش حلوه وش هي حلوه العشره اللي جبتها لك سنه مركي جبتها موجود العشرج ولا لا؟ موجود. عرفنا المحمل والطاقم اللي فيه. احنا بنطلع فاصل صغير وبنرجع نواصل وياكم على موضوع ثاني، خلكم ويانا. من المواضيع المهمة مشاهدينا البويات. ايش فايدتها في البحر؟ من المستفيد منها ومن المسؤول عنها؟ أتمنى أنها حققت الفائدة المرجوة منها. خلينا نشوفها وياكم وراجعين لكم. كثير منا يقصد البحر إما للصيد أو للنزهة، ويجد البعض هذه العلامات البحرية ولا يعرف معناها أو مدلولها ومسماها، وبذلك يعرض نفسه ومن معه للخطر. ليس عبثاً أن لكل بوية بحرية شكل ولون وخصائص تختلف عن غيرها، فهذه الإشارة البحرية لها هدف ورسالة واضحة، وهي حمايتنا وتحذيرنا وإرشادنا في وسط البحر. البويات أنواع، وكل نوع منها يرشد مرتدي البحر ويوجههم سواء كان على مداخل الموانئ والاتجاهات أو مناطق المياه الآمنة والخطرة. أخيراً، وحتى تتمكن هذه البويات من تأدية واجبها، يجب أن يتم صيانتها بشكل دوري والتأكد من أن أنوارها تعمل، وخاصة تلك البويات التي تنذر بأماكن الخطر. حياكم الله مشاهدين ويا مرحبا بكم. طبعاً مثل ما قلنا لكم البويات، من اللي راح يتكلم ومن اللي راح يفيدنا ويفيدكم. احنا ما لنا علم مثل اللي عند اخونا ناصر غدار. يا مرحبا بك. الله يسلمك. والله يحييك. الله يبارك فيك. والله يعينكم وزاره المواصلات. طبعا ما تقصرون وجهودكم يعلم الله، لكن احنا نبغي مثل ما يقولون زياده معلومات. الله يسلمك. نبي نستفيد ونبي اخواننا مشاهدينك يستفيدون. احنا يعني في الحقيقه يعني فعلا نقدر برنامجكم صراحه، لان فعلا انا ارى انه هو توعوي وتثقيفي خاصه في موضوع البويات. الله يحييك. يعني فعلا كثير من مثلا المقيمين او المواطنين يمكن يجهل معنى حتى ايش البويه هذه طبيعتها شكلا او مثلا شنو فائدتها. مرتادي البحر هذه ضروري جدا انهم يكون في بالهم شو هالعلامات من الاحياء. طبعا المسميات قد تختلف. الاسم الدارج اللي هو البويات، في الاسم العلامات الملاحية، في بعض الدول تسميها الشمندورات، ففي أكثر من مسمى لها. اسمها؟ الشمندورة. الشمندورة. أغلبية اللي هم في بلاد الشام واللي في مصر يسموها بالمسميات هذه. الشمال يمكن يسمونها شمندورة. الله يحييك. فالمسميات قد تختلف، وبالإنجليزي نافيجيشن إيدز. بس شنو البوية لو جينا بنعرفها يعني؟ البوية يعني هو جسم معدني يطفو على سطح البحر مصنوع من الحديد، وبدت الآن الصناعة الحديثة تعمل صناعة زجاجية بس قوتها بقوة الحديد.
هذا المعدن يكون طافي على سطح البحر، في سلسلة أو بمعنى جنزير تربط لين قاع البحر بثقل أو بمخطاف، بحيث أنها تضمن عدم حركة هذه العلامة الملاحية في الموقع اللي وضعت عليه. ما تتحرك؟ ما تتحرك ما شاء الله. يكون لها يعني فقط يعني بضعة أمتار عشان حركة الموج وكذا، لكن ما تطلع عن المسافة المطلوبة. شكرا. ما تطلع عن المكان المحدد لها. العلامات الملاحية طبعا تختلف أشكالها، يعني في علامات ملاحية يعني تحدد لك اتجاهات شمال شرق غرب، لها يعني رمز معين وإنارة معينة، وكل لها معنى. طبعا بطبيعة الحال العلامات الملاحية هذه ليش تتحط أصلا في البحر؟ هي تتحط على أساس أنها إرشادات، وبمعنى توفر لك الطريق الآمن وانت تبحر. وفي منها اللي تستخدم في مداخل المواني ومداخل المرافق كطريق، يعني أكيد مرتادين البحر هذا الشيء يعرفونه عدل، الأحمر والأخضر، تعرف أن اللون الضوء الأخضر اللي هو يعني يمين، البوية تكون يمين، والضوء الأحمر يكون على يسارك، هذه في المداخل. طبعاً إحنا كوزارة مواصلات في حق المناطق الضحلة بعد مثلاً. نعم، في أنواع مختلفة، في حتى فشوت مثلاً وشعاب بالضبط مجانية. أماكن فشوت، أماكن خطرة، أماكن تتحط فيها هذه الأماكن وأشكال مختلفة. نعم، إحنا في وزارة المواصلات حقيقة يعني منذ أن يعني أنشأت وزارة المواصلات من شهور كان الموضوع العلامات الملاحية أو البويات يعني من أهم المواضيع فعلاً المدرجة في وزارة المواصلات. وحقيقة يعني فرصة أني يعني إحنا فعلا يعني نشكر قيادة وزارة المواصلات سعادة الوزير جاسم بن سيف السليطي، أولى اهتمام كبير جدا في هذا الموضوع. يعني ولا تستغرب أقول لك من أول قراراته يعني في الوزارة كانت من موضوع العلامات الملاحية، أنك قام بتكليف شركة المواني القطرية اللي لها خبرة في هذا المجال بتكليفها، يعني بتصور بصيانة بإصلاحات بعملية مسح كامل في المياه القطرية في جميع المناطق، عندك الخور الرويس الوكرة الخيرة مباب مداخل المواني. فقائمة الآن الشركة بالعمل، وإحنا كسلطة بحرية دورنا الإشرافي الرقابي عليها. والله أنا بس أضيف نقطة حق أخوي ناصر، حبيت أشكر وزارة المواصلات فعلا الكلام اللي قال أخوي ناصر، يعني من يوم منشأت وزارة المواصلات كانت من أول قرارات يعني سعادة الوزير اللي هي الاهتمام بالبويات الملاحية. في السابق كنا احنا نتلقى شكاوي من البحارة يعني تقريبا بشكل يومي، يمكن يا في منطقة الخور البوية الفلانية ما اشتغل، يا في الشمال يا، لكن الصراحة الجماعة ما قصروا. يعني من بعد ما أعطى الوزير التعليمات يعني الشركة المواني يعني قامت بال هي تنفذ، واحنا صيانة جميع البويات اللي عليها المشاكل. هذه اللي انا بقولها، احنا اثناء التقرير اخوي ناصر ولي هنو الحاضرين، طبعا في بويات ما تولع، صحيح انا كنت ابي اسالك عنها. ايه؟ في مراكب طبعا يقلص له دوبه وراه، وهذه فيها جبل من حصى، صحيح. انا ما اعرف ان في سلك بين السفينه المركب والمركب او السفينه والسفينه اللي قالصها هذه، هذه شيء. وفي بويات طبعا ما تولع في اماكن يعني ما اقول لك طريق، فهذه انا اللي اذا شفته من اكلم من معاها تواصل علشان يعني انت خلص من هذه. يعني ابو مبارك يعني انا يعني هذه النقطة اللي تفضلت فيها كنت أشوف أنها أفضل وسيلة ننقلها للجمهور وللمشاهدين، أن احنا فعلاً نوصل جواب لهالسؤال. هذا سؤال مهم. أنت تعرف العلامة الملاحية أو البويات هذه هي معرضة، فيها هي إنارة معرضة أنها تنطفي، معرضة مثلاً لحادثة، صح ممكن تحصل هالأمور. في جهود من شركة المواني، في جهود مننا احنا إذا مثلاً مع المواني القطرية، في جهود من خفر السواحل، وهذه من أهم الجهود اللي تقدمها. نحتاج كذلك جهود المرتادي البحر، يعني فعلاً في ناس يعني من المرتادي البحر فوراً يتواصلون، وفي ناس يتجاهلون الموضوع. هذه أنا أتمنى أن الكل يشارك. يعني أنا حتى أعجب كثير صراحة بالأعضاء المجلس البلدي،
في بعضهم يعني كانوا يتصلون فعلا ويبلغوننا بالموقع والمكان، يعني انا صراحه اشكر يعني هذه الجهود. هو في تعميم جانا من وزاره المواصلات ان اي شكوى من عند اي صيادين وكذا في حطوا لنا رقم ان اتصال على هالرقم وبلغهم عن موقع البويا وكذا موجود. ايوه لا يعني هذه يعني لان احنا بناخذ الرقم منك الحين ناصر اخوي ان شاء الله، وراح نعرضه وراح نحطه ونقول يا جماعه اي واحد يشوف. على سبيل المثال انا في يوم من الايام شفت لي اخي جسم طافح ما اعرف شنو، واجله وانا استنكر هالشيء لان هاي طريقي يوميا. صحيح يوميا انا امر، لكني شفت شيء كنت طافح طبعاً ولا شيء ما ادري شنو، فابي اتواصل. نعم. على طول ارفع السماعه لان حتى ممكن اذا يعني تاخرنا حتى اكثر في الموضوع ممكن تكون في عواقب علينا، الحوادث شيء. فبالعكس يعني الكل يعني يشارك، احنا نعرف دور الحكومه واضح ودورنا كتنفيذ في الصيانه والاصلاح ورده الفعل، حتى يعني اقول لك مستقبلا الخطه اللي حاطينها ان احنا نضع حتى تقنيه عاليه اللي هي مثل نظام الجي بي اس، مجرد ما تعطل العلامه او شيء احنا يوصلنا في الستيشن المحطه ان هذه ما تشتغل فردت. اي هذه تعتبر تقنيه عاليه والتوجه عليها ما شاء الله. يعني وزاره المواصلات يعني مو فقط ان هي يعني على الصعيد المحلي، بالعكس احنا على الصعيد حتى الدول المنطقه مجلس التعاون على الصعيد العالمي لنا المشاركات وناخذ الافكار هذه، وحقيقه وزاره المواصلات ماخذ الموضوع بجديه على اساس وضع تقنيه يعني عاليه، وبحيث ان احنا فعلا نغطي. لا وابشر بعد ان هناك مسح حنضيف علامات اكثر من اللي موجود، يعني احنا عندنا علامات ملاحيه بعدد المئات يمكن، بس حتكون هناك اضافات على اساس حتى نخلق ممرات بحريه اكثر. عندك شيء من صوب الشمال من هناك بحركم؟ عندي بس البويات اللي تلوث احنا نبلغ، لان ما كان عندنا رقم الجماعه في السابق. صحيح، لكن هذا حصل قبل شهر وشهرين انه حصلت بويه. والله الحين انا اشكرك يا ناصر ما شاء الله، خاصه شو حتى عبد الله معنوياته تغيرت من عقب المدخل مال الشمال. نعم ما شاء الله، ولا ايش رايك يا عبد الله؟ انا اول شيء اشكر معالي الوزير المواصلات واشكر القائمين عامه في الاداره واشكر انجازهم للبلد الطيبه. بيض الله وجهك ابو سالم، صوبكم البويات احنا نتكلم عن سواء كانت في الملاحه ولا برا، يعني اقصد ان احذاكم بالوكره بخليفه ما دام ناصر موجود قولوا، بعدين اللي راح ما له نخص، ولا ايش رايك السم؟ لا موجودين يا اخوي ناصر، ما يقصرون. بس اهم شيء الحين احنا يعني وصلنا لرقمهم، قبل كنا احنا موصلين مع الخفر عشان نشوف نعطي خبر وصل الخفر، ومره احنا لقينا دوبه لايثه بين الاصحاب بين القفاي، دوبه كامله بجيبها بكل شيء، ماكينه شغاله في كل شيء. الله اكبر، اعطينا خبر البيع وشلوها. طبعت سويت مشهد وجو شلوها عقب. هاي التواصل، لكن بالنسبه اللي على اقتراحي انا بدل نزيد احنا نبي نخفف من الاشياء هاي. هاي اقتراحي لان هذه تسوي تدري يعني ليش عاد هالاقتراح؟ لان الله يسلمك لين اليوم ما احنا في 2014 يمشي بديره ما عنده لا بوصله ما عنده لا جي بي اس ولا رادار. بخليفه يعني الكلمه عندك شو تقول؟ خبره هذه زين ما نستغنى عنها بعد، فاذا ممكن نسمع منه شورى شيء الخبره بعد لا ما له نبت طبعا. زين بخليفه شو يقول؟ والله احنا نتمنى انه يكون في تعاون بين كل الجهات، إن كان صياد أو بحار أو مواطن عادي نازل في نزهة أو في شيء، لا يشوف أي ملاحظة لازم يبلغ عليها على طول يعني. هذه اللي التعاون مطلوب يعني في كل مكان. ويكون مرجعنا عند وزارة المواصلات حتى يعني يحطون لنا يعني رغم. هناك يعني أكثر من أرقام، مش فقط هو رقم واحد، يعني البرج شغال 24 ساعة، ففي أي وقت يستطيع نستقبل المكالمة، ويا ريت حتى يعني ما نكلف على المتصل، يعني مثلا لا يفكر احنا بنطلب منه الموقع وعطني لاتيتيود لونجيتيود خطوط، لا بس يبلغنا مثلا انا في المدخل الفلاني ولا في المكان الفلاني في الفشت الفلاني الاحداثي وعندي كذا، احنا موجوده الخرائط موجوده ما شاء الله على طول تاشر عليها ونعرف نتوجه فيها فورا. مشاهدينا هذه وزاره المواصلات، والحمد لله حتى اخواننا سواء كانوا مرتادين البحر او اللي يروحون الأسياف كلهم احنا في الأخير نكمل بعض، كلنا نطمح للأفضل، نبقي الأحسن حق بلادنا. يعلم الله ما نقصد أي شيء، كل اللي نبيه مصلحة قطر،
بحرنا. فاصل ونرجع نواصل. الفقرة الجاية من الفقرات المميزة، وهي طبعا عن الورشة الأميرية التابعة للمكتب الهندسي، فيها تراث هل البحر، تراث هل قطر، هي المحامل الخشبية. خلينا نشوفه وياكم وراجعين لكم. هذا المكان كان يعد حلما بعيد المنال، حتى كان اليوم الذي أمر فيه المكتب الهندسي الخاص العامر بإنشاء هذه الورشة لإخراج الطاقات الكامنة والإبداعات التي كادت تندثر، فأصبح الحلم حقيقة وخرجت المواهب والطاقات تترجم إبداعات على أرض الواقع. محامل تنتج بمهارات قطرية يقطف ثمارها كل من اعتلى ظهرها ليشق طريقه عبر أمواج البحر باحثاً عن رزقه، محافظاً على الموروث الأصيل، متبعاً خطى الأباء والأجداد. فكان إنتاج هذه الورشة من محامل متقنة الصنع بامتياز، حاكتها أياد قطرية أحيت التراث وعادت العادات الأصيلة. حياكم الله مشاهدينا. طبعا مثل ما شفتوا ولا حد في قطر ينكر جهود الورشة الأميرية والمكتب الهندسي الخاص، الله يعطيهم العافية إن شاء الله. وإحنا نقول طبعا الأول في قطر، في أماكن وايد غير الورشة الأميرية تصنع وتسوي وتساعد، والحين نبي نتناقش ويا الوالد صباح ويا أخواني اللي موجودين عن إمكانية المكتب الهندسي اللي هي الورشة الأميرية وإمكانية الورش اللي عندنا، وهل في حد يصنع ولا ما حد يصنع. هذه السوالف اللي راح نتكلم عنها. يا أيوب صباح. يا مرحبا. الأول ما في مكان إلا فيه مكان حق القلافة وحق قلافة وحق ذاك وحق وشار الخشب في ولا تلقى لك في واحد كل يشير له. فيرد عندك، فقرية عندك، الخور، مرونة، الحويلة، الدوحة، الرميلة، رميت الوكرة، مناطق الرويس، بالظروف، الجميل، الخويرها كلها عندهم ما شاء الله. نعم، يسوون خشبهم بلادهم. وتلقى اللي يسوي لك الشوعي واللي يسوي الجلبوت واللي يسوي العبرة ويسوي البونيش وكل واحد على إمكانيته. أي وعلى نعم. قده. أي نعم. والمسامير يبصبها بعد موجودة. موجودة، يشترون من برا طبعا بس موفرينها. الحداد ابدا ايضا موجود بعض صنع في المسامير. نعم نعم، الحداد يسويه مع الشوري الاول، يسوي المسامير طقطقه بالمطرقه ويجمعونه ويودونه يبيعونه علينا. بس هذه الاشياء المسامير يسوونها في الدوحه ويجيبونه لنا ويجيبونه من برا. نجي هنا يجون شبان يشترونه ويودونه. ابو احمد شو يقول في الدوحه غير الورشه مالت المكتب الهندسي في اماكن شو واقفه الحين؟ والله انا سمعت يعني يشرون في الخور الداكير ويأشرون في الرويس في المدينة هنا. هلا خبر يعني خشب خشبي ما تسوي ويسوون ويبيعون. وفيبر ما عندهم؟ فيبر لا، الفيبر موقف. موقف؟ اي موقف. الحين كم ورشة موجودة حاليا؟ الحين الخشب ورشة الأميرية هي الأساس تقريبا اللي يشرون حق الحكومة. واللي في الرويس المكتب الهندسي؟ في الرويس خاصة. ايه. مكتب الهندسة الخاص ورشة. ايه. هذه لهم يشرون لهم حق الورشة الأميرية حق المكتب الهندسي الخاص بالتراث. اللي في الخور؟ اللي في الخور أشروا سنابيك اثنين كبار حق ناس يعني أجروا الأرض في الدكير محل صيانة اللنجات هنا، وواحد أشر في المدينة في الصناعية محامل مو بذاك الكبر يعني في حروة 60-65 يعني فوت وياي سهولة نقل من مكان. مشكلة سلمك الخشب ما يوجد عندنا، أكثر الخشب الحين هي من أفريقيا ويوردونها من دبي. أن تطليع الخشب الحين في المدن هذه البلدين صعوبة شوي. بيطلع عليك وايد. إي بيطلع عليك، لازم نبيع السوق الحين. أبو عبد الرحمن يذكر يقول بعض الأغراض، بعض الأغراض يقول كانت في فترة سعر والحين تدبلت. الخشب تدبل. لا يتكلم عن أحمد. أبو أحمد أنت مساعد، قلنا صيانة سويت حق محملك. إيه.
وين وفرت الخشب ولا الخشب من برا؟ من برا. من برا. المسامير نفس الشيء من برا، لأن كان سعر الكيلو المسمار 8 ريال. من 8 ريال بدأت تطاير يعني بشكل قياسي، من 8 لين 28. من 8 ريال وصك الحين 30 وكل ماله في الطلوع. يمكن عشان قل الأيدي العاملة. لا 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 مش قل الأيدي. المواد. لا 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 مش قل، لأن يدرون خلاص ما قدامك إلا هذه. ما عندك. ما عندك بديل. يا التاجر لهني أنت غارن، أتي تشتري من التاجر يبيعك الكيلو ب30، تروح الصناعية عند حد الحدادين ذيلا. تجيب له الحديد، تشتري الحديد او هو يسوي لك، ما يوصل قيمه الكيلو اللي تاخذه. ما حيدك مسمار، ما يدقون. اول حداد هنا في المرقاب، هنا عند محطه بترول المرقاب، اول حداد هنا نشتري ناير ونشتري المناشل ونشتري المسامير من عندهم. هالحداد هنا نعم يسوي يضرب يدقون المسماري. وحين بعضها قام يجيبون لها، حتى بالهند قام الحين اللنجات يركبون لها بلوط نتبل وقفون على المسمار بعد. اي والله مسمار يا انه يكون جلفنايز، ولا الحين يحطون الكوبر البراس خلاص، حتى المسمار وقف عنه. يقول لك دي توبه ونوبه الكوبر. الحين ما يشترين حم محمل في الهند في كنور، كلها نتبل ما شاء الله، كلها نتبل. بس غلظ اللوح، لوح لدوران. انا عندي راي ان الحكومه توفر هالشيء، اي توفر الخشب وتوفر مكملات كاملة، يعني مثل الفتيل والمسمار. أساس غيره لو حب تروح المحلات كل واحد يتضرب عليك. مساعة الوالد صباح قال الأول، وبأحمد بعد قال الأول، العمارة موجودة هني وتقدر تاخذ التوقيت. عمارة الخال. زين الحين احنا مدام مهتمين في قطر بالخشب والمحامل اللي عندنا وتراثنا ذي، ليش ما نسوي لنا عمارتين ثلاث؟ نعم. ونوفر حق اللي عندهم حامل خشب كل المواد. نعم. اللي يحتاجونها حق الدولة بعد. انا بقول لك هالنقطه هذه ممكن تستوي، لكن بس تستوي بشرط واحد، الحكومه تسويها والحكومه تسويها. ولو ما سوتها الحكومه ووكلتها حق ناس ثانيين، يكون عليها رغابه من الحكومه. لان التاجر دائما يفكر في ربحه، ما يفكر في منفعتك ولا منفعتك. يوفر لك، لكن ما يوفر لك عشان سواد عيونك. ابغى وراك مصرف، وراي اجار، وراي عمال، وراي القيمه تطلع دبل. انا ذاك الوقت الخشب اللي ما كان موجود جبته هناك بسعر رمزي، يعني ما يذكر. المحمل كامل يمكن ما وصل عليه 25,000. اللي اخذته في ذاك الوقت لو اخذه في الدوحه في مناجر في الصناعيه بالراحه يبغى لي 70,000-80,000. اربعة ادبال. شوف شوف شوف. واحنا السايم ما يطلع بعد. الخشب السايم ما يطلع من الهند بتاتا. تاخذه فريقي ماليزي. لا بس اللي انا اقصده ابو عبد الرحمن، ولا يهونون الحاضرين يعني والمشاهدين، ان اللي حطيت لك انت العماير ثلاث وخليت بالتراث القديم، عمره بالتراث القديم وموجودة، يعني وموجود كل شيء فيه، تبغي الصل، الودج، الكلفات، الدامر. نعم. وحتى ليت تبي الدنشل، تبي هذه الأشياء موجودة. أوكي أنا ليش قلت لك الدولة؟ أنت الحين لما تيجي تقول حق جماعة تعالوا يا جماعة افتحوا سووا، أول شيء الأجار كم الحين بتأخذ لك باب كم؟ ومن تحصل الباب القريب البحر، خلنا نتكلم في السوق عادي. المحلات الثانية كم بتحصل الأجار؟ إذا الباب الواحد مو بغل من 20-25,000 وصل. الخشب يبغي له بحر خاص، شلامين هذه والحطب الكبار. لازم تنقحه في الماء. خرسان يشرب. خرسان لازم يخرس اللوح. خليته تشلخ راح عليك، خسرت. إذا قطيته فوق البر هناك راحت عليك. تنعوي. أنت أخذ لك بدن وعودة وشرحها وطلع منها وخلها مع الأيام بتعين المربع مقوسة مقوسة لين تقوس فيه. شردها عاد. خلاص خسر، ما منه فايده. لازم الحطب الخشب يتم على البحر. الحين السايم مو مشكله، البدن بس على تضرب الابساره. واما الحطب الكبار واما الرابط لا، يبغى الماي. بدون الماي ما يفايد. تسوي لك برشه في المخزن عندك. بصارم طبعا انت مريح عمرك. على البصاره احنا نعرف البصاره شو تيق حق الخشب البصاره. من الهمون من عدم الصيانه. شلون البصاره تيق حق الخشب؟ صحيح كلام سؤاله حلو يعني. شو توصل يعني؟ من الهمال عدم التنظيف. شو الهمال هاي؟ سنين الشواعي في البحر. بس الشواعي كانت تخدم. في ناس يشتري الشواعي في شيء ويظهر الشواعي فوق يتفاجئ ان بساره ضربته. في شيء ضد بساره من الاساس. هي من الاساس في اللوح.
في الصل يعني من الاساس يعني احنا قبل شوي كنا نتكلم عن صناعه المحامل وقال لنا ابو احمد انه في الوالد صباح ما شاء الله قال في كل بلاد في قطر نعم يقصد المناطق فيها. ابو احمد قال في الشمال وفي الخور الوكره ما عندكم؟ الوكره ما عندنا. وقبل ما شفت قبل كم سنه كان يعني قبل 70 يوم كنت موجود لا في 70 كان فيه قبل 70 سنه يوم كنت موجود قبل 70 سنه وين طيارة؟ لا وين وصلت انت يعني السبعينات قبل 70 سنه كم عمري 90 انا الاربعينات والخمسينات حروت السبعينات السبعينات يا عمري 9 سنوات انا اقصد انك في السبعينات يعني مبارك بالإضافة حق قد تقولون لوشار في الدوحة الوقت الحالي في اللهم الورشة الأميرية وفي الخور وهذه في شخص أعرفه يحمل يوشر له سنبوق الحين طوله 120 ما شاء الله إيه الله يبارك في الشمال عنده شاليه وعنده إمكانية ويوشر موجود عنده وعنده المكان لا عنده مكان إيه عنده المكان مو مشكلة عنده بعد وعنده المادة وعنده المادة وعنده المادة صحيح عنده لكن لا أنا أقول لك اللي يدريك حب الناس في الخشب الحين نعم وفي شباب الوقت الحالي ان شاء الله بعد شهر شهرين بعد نفس الشيء بيشرون محملين ما شاء الله قاعدين يجهزون اغراض هذا اللي احنا نقوله يا ابو عبد الرحمن ولا يهنون الحاضرين لو كان المكان موجود كان شفت العدد تزايد طلع فوق لا احنا نقول انزين اللي نبغي ونتمنى ان شاء الله ان حكومتنا ما قصرت وفرت بالعكس الحكومه مو مقصره والتشجيع موجود احنا نبي الدعم كل اللي نطلبه ورشة في كل منطقة ورش أربع تخصص أربع مناطق واحدة في الدوحة موجودة اي نعم باقي الوكرة هل يتيم هذه؟ هاي من زمان يتيم هاي يتيم هذا واحد متى تبغى يتيم يعني ما تستاهلون واحد يصعب عمره 60 سنة وما يصير يتيم ما يحطون لكم ورشة إعداد القوى العاملة يا والله ولدي أمس يكلمني يبي يوشر شوي والله شوف شو يقول لك أبوي صباح إعداد القوى العاملة أهم شيء ترى إذا تعد الفني او القلاف او الصناعي مهم جدا طبعا تفتح المحل ذي لكن تحط مجال تضيف المصانع اللي عندنا او مراكز تدريب التقنيه والتعليم التقني او صناعه قسم النجاره تضيف تخصص هذا لهم تخصص ذي بذاته مع ان يعني جايب صباح المكتب الهندسي مشكورين ما قصروا والله يعطيهم العافيه دربوا شباب على القلافه وخلوهم يبدون شوي شوي المفروض يبدون الهيئه الاميريه هنا يشوفون لو ما يزق شيء لو ما يزق اعلان يعلن الجهات اللي بتتعمل تقوم بالعمليه هذه المدرسه موجوده يطلبون عيون خريجين التدريب المهني قسم النجاره من بدايه التدريب الان فتحصل موجودين ولا الصناعه الثانويه الصناعه الثانويه بس هي الحين التقنيه طبعا. التقنيه لكن في البدايه ما نبدا هني عشان ما نظل ننتظر نعلن ونغريهم بالرواتب زين نعطيهم رواتب مغريه تفني دعم. ونجيب نعم الدعم ونخليهم يبدون في الورش هذه هم بعد ما يتخرج هذا كن ذلك قدامه ما ننتظر احنا نخرج من جديد كن نعلن ونطلب الناس الخريجين نجاب تحصل وايد ترى وراح يبدعون يا بس راح يبدعون وراح يجون يعني خسر عوافز تجيبهم وهي شغله يعني تشجيع على بناء يعني السفن خشب محامل اللي انا يعني اعرفه الشباب. وتعلمته من جدي الله يرحمه الله يرحمه جدي ناخذه الله اكبر الله يرحمه يقول كان احسن شيء انك تعلم الولد ابن في عمر 12 13 تخليه مع القلاف يساعده صح في الاغراض ما اغراض هل اللي علمونا اياها يقول من صغره احنا وين تعلمنا؟ انا خالي كم كان عمرك؟ صغير من 10 11 12 سنه آه. وعرفت المنقر منقر الحفار منقر الولايتي ينقل الاغراض القوس حتى المجدح المسمار ما يجدحون بثلاثه مجادح وقال يسمونه الاعلامي العود اخر شيء حتى مسمى اصلا شوف ثلاثه مجادح شو اسمه ليش هذا لان ضربت المسمار عشان ما ينشلخ اللوح حد يوسد عليه عشان ما ينشلخ اللوح هاي يوشر البيت هنا وحن عنده ونشتري خشب من عند الخال الله يرحمه ناخذ سوته ولا شيء تخبر دروس يمكن على 12 13 ذراع ولا شيء بقاعه غير بقاعه بسيط ما يبي له شيء لكن بتسوي له حمله رمي يبغي له شلامين والشلمان لازم يكون فيه انحناء غير عن بقاعة هذه القاعة بس شلمان وتنكاس خلاص احنا وصلنا لآخر فقرتنا كل اللي أقوله بيض الله وجهكم
وجهك ابيض. انكم تميتم معانا وبيض الله وجه اخواني الوالد صباح بيض الله وجهكم ما قصر. ابيض من الاخوان جميعا ان شاء الله. الله يرحم والديك ابو احمد. نشكر الحكومه الرشيده ونشكر الامير الوالد جزاه الله خير اللي خلانا نهتم وبنهتم الين بعد الله ياخذ الين الله بعد توفانا وحمل مع المحاون ما احنا عقب عمر طويل ان شاء الله. كلام طيب من رجل طيب. مبارك بن راشد بيض الله وجهك. وجهك كفى وفى ابو احمد على الكلام. الله يرحم والديك ابو عبد الرحمن بيض الله وجهك وما قصرت دلتك وشاهيك وشاهد محملك. طبعا اخر شيء وحش المنقف ابو احمد مريح نفسك يا ابو سالم. كل اللي اقوله لكم مشاهدينا مع السلامه والله يحفظكم. مشاهدينا وصلنا لختام برنامجنا من البندر. اتمنى من الله انه عجبكم. كل اللي اقوله لكم الوعد قريب ان شاء الله والله يحفظكم.